قربت العطلة الصيفية، وعشان نعود أولادنا على بدائل صحية كتير أكتر من النقرش اللي هم متعودين عليها، ربا مشربش أخصائية التغذية اليوم رح تعطينا البدائل وحلول وإيش نقدر نعملها بالبيت كتير صحية وكتير مفيدة لأولادنا. صباح الخير ربا. صباح الخير رندا، كيفك؟ تمام الحمد لله. قبل ما نبدأ بالعطلة الصيفية اليوم حكينا على دراسة اللي بتحكي إنه عصير البقدونس والكزبرة والنعناع، فأنا قلت بدي أتأكد منك، يعني بيكونوا كيف بدنا مثلا نعرف إنه هالقد عن جد بنقوا الكلى؟ أي دراسة بنسمعها بنقول أوكي ناخدها؟ لا، لازم نتأكد إحنا من الدراسات. هلا مرات بطلع معلومات جديدة، بس ما هو حسب تنقية الكلى، هي يمكن أظهم بالدراسة كان عن الحصوات، يمكن. هلا حسب نوع الحصوة، إذا الحصوة فيها كالسيوم أوكزاليت، لا هون شوي بدنا نبعد عن البقدونس لأنه شوي عالي من الأوكزاليت، فبعتمد على أي نوع من الحصى. وأنا كنت حابة أشوف المصدر الرسالة عشان أتأكد من المعلومات اللي فيها. أوكي ربا، يلا شو عنا اليوم؟ هلا بتبلش العطلة الصيفية وانت جاي من أرض الواقع لأنه عندك أولادك صغار وبتشوفي شو بيحبوا. صح. أوكي. هلا هي مشكلة بالعطلة الصيفية إنه الأم بتواجه شغلات، حتى كثير في أولاد بنصحوا بالعطلة الصيفية. هلا في أولاد بنصحوا بالمدرسة لأنه للأسف مدارسنا لهلا مش عم توصل للوعي الصحي الكفاية، ولسه عم بنباع بالكانتين وبالمدرسة أغذية كتير مش صحية، وعم بتشجع الأولاد على السمنة لأنه عندنا نسبة سمنة عالية وزيادة وزن. عم نشوف يعني ممكن مش سمنة بس في عم بكون زيادة وزن عند الأطفال. هلا مشكلة العطلة الصيفية قاعد كتير آيباد طول الوقت، الكمبيوتر طول الوقت، تلفزيون، بيلعبوا جيمز. بعض الأهل يمكن ما بيشاركوا أولادهم بنشاطات. أنا كتير بفضل مثلا يركزوا إذا في تدريب باسكت، تدريب كرة قدم، يعني لازم الطفل يتحرك. يعني الطفل اللي بعد من الصبح لبالليل ما في أي نشاط بدني، أكيد بده يتفشش بالأكل، أكيد كل نص ساعة ماما إيش دي أكل، إيش في، إيش دي أكل، لأنه هاي تفشيش للطفل. وبتلاقيهم معظم الأطفال بروحوا على كيس الحلو والكاندي وهاي الأشياء، الأشياء السهلة هيك بس يتناولها. هلا هي مبدأ السناكس أو الوجبات الخفيفة المتنوعة خلال النهار بتحافظ على وزن صحي، بتقلل احتمالية الإصابة بالسمنة، وأكثر إنه طفل ممكن يأخذ أغذية صحية. يعني مرات في أطفال بقول لك ما بقدر أنا أكل يعني في أطفال ما بتغدوا مثلاً، بس بتلاقيهم كل نص ساعة هيك بياخدوا إشي. الأم هون شطرتها بهالوجبات اللي كتير تقدم للطفل. أوكي. طيب. يقدر يعني. هلأ روبا أنت محضرتي لنا بدائل مثلا مش هيك؟ لا أشياء كتير بيأكلها الطفل. وبدنا نعمل آيس كريم، بدنا نعمل بوزة بالبيت صحية. بدنا نحكي عن البدائل. هلا ممكن بيلاقوا باكيتات العصير يكونوا سهل لهم. شو بنقدر نستبدل العصير اللي هو مي وسكر؟ هلا انا ليش ما العصير مي وسكر. ثاني شيء الكميات الكبيره من هاي المواد الملونه مضره بالصحه. كمان في غير العصير في كثير اطفال بياخذوا مشروبات غازيه للاسف، يعني بتلاقي 6 سنين 7 سنين بياخذوا مشروبات غازيه، هذا ابدا خطير جدا. هلا يمكن ليش نجيبه ما نجيبه على البيت؟ ومش عادي انه الطفل ياخذه حتى لو كان بالاجازات، يعني لازم الام تركز انه مشروبات غازيه ما في. هلا بنحكي اذا بدك بس نخلص البدائل ايش مخاطرها. هلا انا بفضل حليب ساده، مي طبعا ها خيار واحد، في اطفال ما بيحبوا مي، ممكن الحليب المنكه لانه كبديل عن العصير اكيد احسن. أوكي. يعني حتى لو في نكهه ولون بس على القليله عم بياخذ حليب، عم بياخذ كالسيوم، عم بياخذ بروتين. ففي عندنا حليب شوكولاته، وفي عندنا الكوكتيل اللي بنعمل، هذيك المره عملنا حلقه عن الكوكتيلز. فيعني تخلط الأم حليب وفواكه ومانجا، ممكن لبن وأي نوع تاني من الفواكه، ممكن عصير طبيعي مع فواكه، يعني يكون من الخيارات اللي كتير موجودة بالصيف عشان نقدر نعوض. لأنه أول إشي هون في سعرات حرارية عالية بتزيد احتمالية الإصابة بالسمنة بشكل كتير كبير، خاصة إذا الطفل بياخد كتير، خاصة تسوس الأسنان كمان بدناش ننسى، لأنه إذا الطفل عم بيشرب كتير، خاصة إذا أطفال عنا عمر سنة سنتين، مرات بكون شوية قلة معلومات عند الأم، بتحط لهم عصير بالقنينة. أوكي. ولما يكون إشي فيه سكر وتضل الطفل عم بحطه بتمه بمص، بيعمل تسوس أسنان أكيد. الالتصاق اللي كتير طويل أو العسل مع الحليب، العسل بالقنينة. مع الحليب طبعا. صح. هو أصلا أقل من سنة ما بصير ينقطع العسل لأنه منخاف من بكتيريا موجودة. ما بيقدر الطفل يتحملها. طيب هلأ نحن عنا اليوم نعطيهم شو سناكس على إيش ينقرشوا بالضبط. هلأ كتير أطفال بيحبوا الكاندي، هلا الكل بيعرفوا هذا اللي هلا هدول اخطر انواع. يعني هلا مش غلط انه الطفل اذا اخذها، يعني بتعرفي ما بنقدرش نحرم احنا. مرات اذا بتحرمي كثير
من الحلو اكيد الطفل رح يصير في شيء غلط يعني طبعًا. ما رح يقدر وفي اللي بنسميها المصاص او اللولي بوب او هذا. هلا هدول يعني نخليها في مناسبات معينه، ما يكون من الحلويات اللي بياكلها الطفل نقول كل اسبوع مثلا. في اطفال بياكلوها كل يوم، في اطفال بياكلوها مش ضروري تكون يعني كل استمرار بالبيت عشان الطفل يتعرف عليها. يعني مش حلو يروح عيد ميلاد ينصدم انه ايش هذا اول مره بشوف بس انه ما يكون من الحلويات اللي احنا دائما بنختارها. هلا ما راح احكي للاطفال انه ما ياكلوا حلو، بس في اوبشن ثاني ممكن الكيك، الكب كيك. الام ممكن تتفنن بالكب كيك. ممكن تتحش الخضره من غير ما يعرفوا الاطفال، يعني هاي الطريقه اللي وضع الخضار زي جزر زي كوسه. حتى في كب كيك بنعمل بالكوسه. في عندنا في عندنا الفواكه المجففه. لسه الطفل عم بياخذ حليب بيض عم ياخذ فيها، وبتقدر تخفف كميه السكر. واذا كانت بالسوبر ماركت دائما انا بحكي انه لما يدخل الطفل على السوبر ماركت انه بتخاف الام يعمل لها انه زوبعة بتعرفي كيف تديم هذا من هذا، فتصير تعلمه انه كيف قبل ما يروح على السوبر ماركت انه معك تشتري شغلتين مثلا. أيوة. واحدة منهم حليب، اشي تاني معك حلو. انا هاي بتبعها بردوا عليك. وبنتي عمرها سنتين وبتروح مرات على المصاص. بتصير هي بتحكيش كتير هذا يعني بقولها نونو لا خلص دغري لا يعني بتروح على اشي تاني عرفتي. فالطفل بتعود فبرضه، بس انه اذا شفتها مره مش مشكله. حلو يشوفوا ماما ايش هذا، ايش هذا الشيء الغريب. في عندنا الويفر انا كمان او الشوكولاته اللي فيها بسكوت احسن خيار من هاي. يعني عم بياخذ شيء الطفل حلو بس حلو يعني خيار ثاني. فهاي دائما انه الشوكولاته شوكولاته بكميات صغيره، هدول كلهم خيارات احسن من هدول. عندنا الفواكه طبعا. انا ليش نقيت هدول؟ الاولاد بحبوا زي الكاندي، بحبوا ينقرشوا حبه حبه. وفي اطفال ما بحبوا الزبيب، بس في اطفال انا يعني ابن اختي مثلا في اولاد تانيين بموتوا بحسوا كاندي بحبوا. حسب يمكن كيف بيتعودوا صح فبتحطي لهم اياه، خاصه اذا عمر صغير. فالطفل ما بيعرف ما بيميز الطعم. فممكن هدول نحطهم ب يعني هيك سناكس مرات لما نروح مشوار او كذا بدل نوع حلو. هدول في اطفال في اطفال بكرهوهم، بس في اطفال تانيين كثير بحبوهم. اوكي. وفي عندنا البسكوت مثلا، هذا الستيكس زي هيك بسكوت شوي مملح. الفواكه كرز عنب كثير خيارات احسن من الكاندي. اوكي. هلا بدك تفرجينا شو بدائل الشيبس، واليوم كمان شو بدنا نعمل البوظه. هلا البدائل الشيبس هدول الثلاثه، الشيبس اللي نحن دائما ربا يعني خلص هدول مش لازم يكونوا يتعودوا عليهم الاولاد. هلا شو البدائل اللي بنقدر ناخذهم للشيبس؟ بنقدر نعودهم على اشياء ثانيه. الشيبس ليش احنا بنخاف منه؟ دهون مشبعه عاليه جدا، مقليه وسعرات حراريه عاليه. وهذا اذا الطفل عم بياكله لانه في اطفال بياكلوه يوميا اكيد لزياده الوزن. هذا للاسف في ناس كبار كمان كثير. انا بسمعها بيجوا لما يجي يعملوا رجيم انه مشكلتي تشيبس بكيت بالليل، حتى هم بيكونوا مستحيين وما بيحبوا. بس انه نفس الشيء اذا الطفل اكله مره بالشهر نقول اوكي ماشي الحال، بس ما يكون من الخيارات اليوميه. يعني من الاخطر الخيارات اللي بتكون للطفل بشكل يومي طبعا. اوكي. شو بنقدر نستبدلها؟ بنقدر نشوف انواع الكونفليكس مثلا. انا مش عم بحكي على انواع لانه طفل كمان بدك شيء. هذا الكونفليكس يعني انا نقيته من مكتوب عليه الحبوب كامله. اوكي. بس منكه في طعمه شوكولاته. ومش حلو. وحلو كمان نقرا هاي العبوه مثلا بقول لك مثلا هذا النوع اقل سكر من النوعيه السابقه او النوع اللي. اوكي نقرا يعني نتعود نقرا في انواع بأقل سكر. اوكي. هاي من الخيارات اللي جايبتها لانه بنتي بتحبها. يعني معكرونه مسلوقه. هاي معكرونه مسلوقه خلص هيك ساده. هاي لسه عم بحكي لك ايش كنت عم بحكي لك انه انا كل ما اجي اطبخ هيك بتحبها نيه. انه خلص بكيت شيبس ولا هاي بتحب هاي. برافو. فممكن نجربها انها مش مقليه، فيها زيوت وفيها سميد. او حتى كل ما بكون على المطبخ بطبخ دغري بتجيب صحن وبتيجي بتفكرني بعمل معكرونه انه لازم انا كل ما بطبخ بطبخ. فهي فكره تسلقي معكرونه وتعطيهم ينقرشوا عليها. ينقرشوا. اسمعي بزبط تحطي عليها مثلا معلقه سكر اذا جعبالهم بشيء حلو. ممكن اذا او عسل او كذا ممكن. بس انا مثلا انا جربتها مالحه زاكي وبنتي بتحبها هيك مثلا نيه بتحبها هيك. ممكن كمان إشي صحي، هذا عبارة عن جبنة موزاريلا شرايح. أوكي. الأطفال بحبوها. البشار طبعا دائما نحكي كتير منيح وصحي. صحي. وممكن كمان نكهه ببابريكا
ممكن اذا جبنه تبرش عليها اول ما تطلع من الغاز يعني بتعمليه ممكن يعني. اوكي هدول عندنا نقدر نقطعهم هيك، هدول زي خبز محمص. اوكي ممكن نقطعهم قطع صغيره ويصيروا زي دب مع الحمص مع اللبنه. أوكي. لانه الطفل بحب انه إشي نقرش. برافو صح. خضره مع لبنه، خضره مع حمص، خضره مع لبنه، خضره مع حمص، هي طريقه التقديم للطفل اكثر او كيف احنا بنقدر نشارك الطفل. صحيح شوفهم بصير جعباله ياكل. ممكن يعني انت ما نفكر ايش نحط لبنه مع ايش بحب الطفل، مثلا لبنه مع نعناع، بحب لبنه مع زيتون، ممكن زيتون حتى كمان خيار تحطي صحي. برافو يعني حلو. نحاول يعني نفكر شو بحب الطفل. اوكي اذا نشوف هلا بدنا نعمل البوظه، بدنا نعملها بالبيت. رح نعملها بطريقتين. هلا اللي ما عنده قوالب، انا هاي عندي قوالب بوظه. اوكي اللي ما عنده في هنا هدول قوالب الثلج الحلوين. هلا ايش الحلو فيهم؟ انه دغري اول ما تدفشيها بتطلع. وهي بكميات صغيره طبعا، اول ما تجمد بنجيب هدول، هدول موجودين بالسوبر ماركت ثم للكيك وما كيك ستيكس، فممكن بتحطيه بالثلاجه واول ما يبدا يجمد، لانه اولها لما يكون سائل ما رح يثبت، اول ما يجمد بنحطها هيك. اوكي اوكي اللي بدي اعملها، وممكن بس تدفشها الام هيك ندفه بتطلع معها بصير هو ماسك بدل ما يمسك المصاصه كلها سكر فيها حليب فيها اشياء هاي بدل عن المصاص. حلو ايش هلا تتذكري بحلقه الكوكتيل احنا عملنا واحدة قلت لهم بزبط لبوزه اللي هي كان لبن وحليب. أوكي. اوكي انا اخذتها هاي ريسيبيز الكوكتيلات كثير حبيت انه مالح وانه حلو. هلا عشان نعطي للطفل إشي زي الكريمه اللبن هو خيار، في انواع البان منكهه بالسوق مليان. انت شو حاطه عليه هون؟ لبن خلطتي فراوله مع لبن ساده. أوكي. لبن ساده خلطتي نوعين لبن. وفي الوان مدعمه بالكالسيوم، انواع مدعمه بالكالسيوم ممكن ناخذها. اوكي اذا حطينا لبن، نحط شويه حليب وحليب. اوكي ممكن نحط فانيلا، مش راح نحط سكر، ما راح احط حليب كتير لانه هلا اذا كان الطفل عمره سنتين سنه نحط من حليبهم. أوكي. حليبهم المدعم وكل شيء حلو. بنحط قطع الفراوله والمشمش اللي احنا بنحبها. ايش في انت عندك فواكه بالبيت؟ هاي طريقه للاطفال اللي ما بيحبوا ياكلوا فواكه صح، فبنحط لانه بالاخر هو بتصفي مع البوظه فخلص. هلا بنعبيها كتير فواكه وبنعبيها كتير لبن فبتصير ملمسها زي الملمس شو اسمه البوظة الكريمي. فهي هاي فرح نعبيها كتير. والقالب هذا إذا عنا كيوي، إذا عنا كرز، إذا عنا بلوبري بنحط جوا القالب. أوكي يعني بنحط قطع هيك بتقدري هيك وبتصبي فوقيه يعني بتحطي بكل قالب هيك. يعني أنا حاطة هون فراولة، أنت بتقدري تحطي كيوي، بتقدري تحطي إيش بحب الولد. أوكي. ممكن بلوبري، ممكن قطع مانجا. أوكي أوكي أو قطع برتقان مثلا كمان. البرتقان يمكن ممكن، بس هدول هيك بكون منظرهم حلو لما منظرهم تخلص حلو. طبعا هاي لازم نعبيها كتير. هالقد يعني أغلبها فواكه وشوية لبن وشوية ليش؟ لأنه إذا منعبيها كتير بتصير زي الكريمة أكتر. وبتصير مش كيف أقولك، مش زي السلاش أو عرفتيهم هدول أنواع البوظة اللي بتكون الأسكيمو سموها. بس بهاي الطريقة البسيطة ونحطها بالقوالب اللي إحنا بدنا إياها. رح نخلطها. أوكي هلا حطيناها، احنا حطينا فواكه هون، نرجع منعبيها هيك. شايفه كيف هاي للكبار والصغار؟ بس شايفه كيف ثيك يعني عرفتي؟ صح صح صح. فبنحط فواكه. اوكي كثير سهله هاي. هلا بس تطلعيها عشان تطلع معك، بس بتحطي القالب بشو اسمه بمي فات يعني سخنه شوي. ايوه عشان تقدري تطلعيها، عشان تقطعي. هلا لما تطلع بكون كيف قطع الفواكه مبينه. اذا نحطها بمي فاتره عشان تقدري تطلعي القالب. عرفتي؟ وبنحطها بالفريزر. هلا كل ما بدك اياها هيك كريمه اكثر، كل ما كثرتي لبن اكثر. ولاحظتي احنا ما عم نعطي للطفل اي سكر او اي شيء، يعني عم ياخذ الاشياء اللي لازم ياكلها. هلا اذا بنحطها بهاي القوالب الصغيره بصير عندنا زي المصاص، عرفتي كيف اللي لولي بوب بالاولاد. هلا هاي ما بدك تحطي الستكس اولها. اوكي مش رح تمسك لانها مش رح تمسك بعد شوي، يعني بعد قد ايش بتجمديها؟ ساعه. هلا بنجمدها ساعه، بصير عندنا قالب هيك هيها، وبصير عندنا بالنص بنحط هدول الستكس للاولاد
وبصير عندنا بدل اللولي بوب اللي الولد بحبها شيء صحي. شيء صحي بالضبط، بنحط هاي بتعطيها للطفل. يعني افكار بابا. بسيطه طبعاً. يعني أفكار بس على القليله ان نحاول شوي نسيطر على مشكله الاكل غير الصحي على الاكل غير الصحي وبتكبر معاهم وبصيروا يعانوا. برجع بحكي يعني احنا ما بنحكي الولد يعني اكيد بده يتعرض لاشياء بده يشوف ايش في اشياء زي اللي الكاندي والتشيبس يعني، بس انه مثلا ما يكون الخيار الاول دائما، يعني ممكن ياخذ الطفل مره بالشهر مره كل شهرين اذا يعني شاف او كذا، بس نحاول ما يكون خيار دائم. اوكي شكرا ربا، شكرا يعطيك العافيه، وبتمنى للجميع عطله صيفيه تكون هيك مريحه اكيد.